أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله ربيعة الإسهامات البارزة للمملكة العربية السعودية في ميدان العمل الإنساني والإغاثي الذي شهد به العالم أجمع. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية عن جهود المملكة الإنسانية في العالم والتي أقيمت في جامعة وارسو البولندية بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الإنسانية. وأشار الدكتور الربيعة في كلمته إلى أن المملكة ساعدت المنكوبين في العالم وأنقذت ملايين البشر جراء الصراعات والأزمات التي حلت بهم دون النظر إلى أي اعتبار لدين أو عرق أو لون، مبينا أن حجم المساعدات الخارجية للمملكة بين عامي 1996 و 2018 ميلادية بلغت 84 مليارا و700 مليون دولار أمريكي، شملت 79 دولة في العالم. كما أوضح الدكتور الربيعة أن ما تقوم به المملكة تجاه اليمن يأتي انطلاقا من اهتمامها برفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته والوقوف معه جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية.